الكورس الثاني راح نبلش بالتروما، تعتبر هي من أهم المحاضرات اللي في الفيديو. يراد لها شوية تركيز وحفظ. أنتوا أخذتوا بداية الأساس مالتها اللي هي المانجمنت مال الديب كيرز. هنا راح تكون مكمل باعتبار هسه أنتوا عندكم خد باك جراوند إنه شلون راح تتعاملوا ويا كل كيس. أوكي؟ فالتروما خلونا ببالكم من أهم المحاضرات عندنا بالفيديو. وتفيدك بعدين بالمستقبل إن شاء الله. سواء اشتغلت الصبح أو بالبرايفت كلينك. أكثر الأطباء لحد الآن ما يعرف المانجمنت مال التروما. فدائما يحاول لو يأخرها لو يعالجها بطريقة خاطئة. فلازم أنت تعرف كل حالة شلون تتصرف وياها. يعني شقد ما راح تقرأ تجيك حالات تختلف. فلازم أنت عندك فد معلومات كافية أنت تقدر تجمعها بالدايجنوزز مالتك، وبالتالي تعرف تسوي مانجمنت. ليش الشغلين يكونون أكثر الناس عرضة للتروما أكثر من الأدوات؟ كبداية الحركة يسموه توتال، بداية يخطي. فدائما نشوف التروما كنسبة مالتها في الشغلين تكون كلش عالية، خاصة بيا مرحلة بالسنوات الأولى اللي يستوى دا يتعلم يمشي. اوكي طبعا بالبرايمري والبيرمننت بتيجي تصير التروما، مو شرط بس بالبرايمري، النسبه راح نشوفها بعدين شلون تختلف. كذلك التروما تختلف، احتمال تكون كلش سمبل، احتمال تلقى بس شويه من الانامول رايح ما يحتاج مانجمنت، جاست سموثينج بس تبقى يا فلاب. مرات التروما انت تشوفها ما معديه السن، يعني اكو كيسات التروما حتى ماكو اي فراكشر، حتى قلنا ما ماكو فراكشر، بس من تبقى لها فولو اب ورا فتره تشوفها صار نكروتك. اوكي ليش هنا سوت التروما ما صار فراكشر بالكرام، بس شنو اثبت؟ اثبت البلاد ريزلتس اللي موجود اللي يغذي السن، فما ما قدر انه يسوي كذب للبلد تشو، فبالتالي صار نكروتك. اوكي شنو الكومبليكيشن اللي احتمال تصير عندنا من التروما؟ لا كومبليكيشن هذه دايجنوزس هسه راح نجيها، بس كومبليكيشن هذه اخر شيء احتمال يتغير الكلر مالته. احنا قلنا الكلر مالته اكيد كلش مهمه. لوسس احتمال احنا اخر شيء احنا احتمال نوصل انه السن ينفقد، واحده من الكومبليكيشن. فعندك مثلا هنا راح يصير عندك التنسر مال فورميشن، ديجنريشن، نكروزز، ابسس فورميشن، هاي كلها كومبليكيشن من التروما. المانجمنت مالتك السكسسفول مالتها يعتمد على من؟ على رابيديتي اوف مانجمنت. كل ما كانت المعالجه مالتك للتروما بسرعه كل ما كان البروجنوزز بتر. ايش قد ما تاخرت انت راح تتاخر مالتها الهيلينج والبروجنوزز. اوكي فاهم عامل خلوا ببالكم طلاب بالتريتمنت مالت التروما شو يكون؟ التايم. انا اول ما يقعد تشايلد اللي عنده تروما اسالهم قبل كل شيء ايش وقت انضرب؟ ليش؟ لان يعني راح ياثر على المانجمنت مالتي. كل ما كانت اقرب عندي هوايه تشويزز اقدر اسوي لها مانجمنت، بينما من اتاخر اخلي ببالي احتمال كبير انه صار نكروتك فراح تتغير المانجمنت مالتي. التروما كبير من التوفيق انا داعش الاثنين راح تاخذ كل شيء بالتفاصيل، راح تاخذ البيرمننت وراح تاخذ البرايمري. ايش يتاثر؟ البيزل من الابيكال اريا. شنو قصدك بيها هو لما تأثر؟ اثنيناتهم يتأثرون. أنا داعش اثنيناتهم يتأثرون. هاي الكومبليكيشن ما تصير بس بالبرايمري. العفو ما تصير بس بالبيرمننت. لا تصير برايمري بيرمننت. اثنيناتهم يتأثرون. بس ايش وقت تتأثر البير ابيكال اريا؟ ايش وقت تتأثر؟
البلد فيزلز والبي دي ليجمنت شو وقت تتاثر اكثر شيء برايكم؟ اذا كانت سيفير تروما، اذا كانت الضربه كلش قويه اخلي ببالي انه اني البريتيكال اريا تاثرت، واذا تاثرت الكومليكيشن اكثر والبروجنوزز يكون كلش بور. قصدك يعني مالت التروما؟ روت ريزوبشن؟ لا ما تعلم. بس اذا صار عندك مو ليش اقول لك، اذا صارت عندك سيفير تروما واذت لك البريتيكال اريا، اذت لك السراوندينج تيشو، راح يصير عندك هاي ريت للاكسترنال ريزوبشن. فانت تشوفه ورا فتره قليله يجيك صاير عندك اكسترنال ريزوبشن حتى بموبيلتي اثر الضربه قويه. او واحد من الاحتمالات يسوي لك انكيلوزس، بس بما احتمال يسوي لك انكيلوزس اكثر شيء تاثر لك على البيرمننت مو على الديسيديوس. تمام. لا احنا مو اكثر شيء هسه التروما اصير المن الشلدرن بيا عمر اذا بيرمننت، احنا دي نحكي بيرمننت معناها من 7 أو 8 وفوق، صح لو لا؟ إذا تجي أنت مانجمنت مالت تروما للأدلت، خلينا نقول عقب من الفيديو، تجي أنا هسه تروما عندك أدلت، حماني عالج أدلت. أنت تخلي ببالك هو تشويز واحد، صح لو لا؟ إنه شنو عندك اللوز مالتك؟ الأدلت، صح لو لا؟ كلوز أبيك. فإذا هو صاير ديلي مالته بالأبوينتمنت وذ يو متأثر صار لفترة طويلة وإجاك وإنت جايك فصارت نكروت بنيكيتك، إيش راح تعالجك؟ إيش يسوي لك؟ عنده. إذا إجاك إميديتلي احتمال ماكو عندك بالب إكسبوجر، إيش راح تسوي لك؟ كومبوزيت فورمينج. احتمال عندك فين بوينت إكسبوجر. قلنا إحنا أوبن إبك، إذا نتعامل ويا حالة واحدة اللي هو أوبن إبك. أسوي له دايركت بالب كفرينج. فالخيارات هنا محدودة. يعني بالأدلت محدودة خياراتك لأن أنت قاعد تتعامل ويا توث وذ كلوز إبس. إحنا ليش دا تفرق؟ إحنا دا ناخذ الشلدرن لأن عندك احتمال كلوز احتمال، هنا راح تفرق خياراتك. روت فراكشر إيه هنا هم راح تفرق عندك كمانجمنت. عرفت شنو الفرق؟ بس هي إذا أنت حتى تشايلد وكلوز إبس راح تعامل حالة أدلت نفس المانجمنت، هي واحدة ما تقبل غلط. تبقى بس اذا اوبن، وانت قلت لكم اخذت بادي رام اذا عندنا اوبن ابيكس، بس تبقى كل حاله والتايم اهم شيء يعني راح يحددك بالمانجمنت. واحده من الشغلات اللي يتاثر بيها او تاثر على تشيلدرن هي سايكولوجيكال افكت. اكيد من راح يصير عنده تروما ويصير فراكشر بالانتيرير تيث، معناته يصير كومبليتلي لوس المنت في الكراون، باقي بس الروت. فهي راح تاثر عليه، ما راح تاثر على الفيلنس مالته، فبالتالي راح تسوي بس سايكولوجيكال بروبلم. طبعا مو بس للشارع حتى للاهل. اوكي ليش؟ لان هنا أنا راح يبدون اكثر الاطفال من يجيك يقول لك يضحكون علي ما عندي اسنان، فهي هاي راح تاثر على نفسيته. احتمال مرات هم ما عنده فد مشكله او صار عنده الم وراح نسوا اهله، بس ايش وقت اجى من قام الطفل يفتهم قاموا يعلقون عليه الاطفال، جابوا لك اياه ورا فتره طويله حتى تسوي له مانجمنت، ما جابوا لك اياه ميديتي. بالضبط يبدي يختلط ويا الاطفال، راح ما يحسون، يقول لك ايه هو وقع من زمان بس انا ما جبته، لان ما كان ماثر عليه، اذا كان يضوج من شكله فانا جبته على مود عالجه. طبعا كل انواع التروما خلوها بالكم طلاب، حتى لو سمبل فيري سمبل، عسى ما بس شويه فراكشر من الانمو اتعامله كانما امرجنسي ونيد ايميديت تريتمنت. لا تاجله ابدا، لا تاجله. سويت له دايجنوزيس رأساً أسوي له، إذا بس عندي إنمو شوية رايح من عنده أو إنمو شوية دينتين أسوي له كومبوزيت فورم. ما آخر. ليش ما آخر؟ احتمال يصير بالضبط احتمال يصير إذا عفت أنسى ميكروتك وهواي ما معالجيهم قال له ما يأثر، فشي بسيط خلي ورا فترة ونشوفك وجوز بعدين نسوي لك إياها، ما تسوى هسه نسوي لك الحشوة، يجيك ورا فترة صار ميكروتك لأن هم ما سووا الإمرجنسي تريتمنت. كل انواع التروما تكون مصاحبه لها او يتبعها شنو؟ بلبل هايبرينيا. احنا نقدر بالدايجنوزز مالتنا نحدد مقدار الهايبرينيا قلناها بالكورس الاول،
ما نقدر نحدد، ما نقدر، مستحيل تحدده. ليون واصل، بس الكورونال بارت لو نازله قلنا نفس الوقت شنو اللي اثر علينا؟ البلاد ريزلتس اللي موجوده، البلاد فلو للبال تيشو، احتمال الضربه تكون كلش قويه. اوكي، سويت الالتريشن بالبلاد فلو، فبالتالي هذه راح تعيق الريكفري مالت البال تيشو، هم راح تاثر. احتمال لا، هي ضربه سوسيفير كلش قويه، سويت لي كاتنج للبلاد ريزلتس. هنا نفس الشيء راح اعطي هوايه تشانس او فرصه كبيره انه شيء صار عندي ديث بال اثر الضربه القويه. اوكي، اكثر انواع طبعا التروما اللي تحددنا او اللي شغل مات هيكون صعب اذا كان عندك شنو؟ اذا كان عندك بالك اكسبوجر او ديسبليسمنت. ليش؟ احتمالات الكومليكيشن مات كبيره، احتمال انا اسوي له امرجنسي ايميديت تريتمنت سويت له، بس انا ما اضمن البروجنوسيس مالته، ما متاكده اسوي له علي، بس احتمال تطلع لك في الكومبليكيشن بعدين بالفولو اب مالته تخليك تغير التريتمنت بلان مالتك كلها. اوكي، ناخذ البريفالنس اوف دنتال تروما. طبعا تختلف البريفالنس، يعني مو ثابته كل الدول عندها نفس البريفالنس، يجوز احنا نطلع عندنا في نسبه عاليه بالتشلدرن. هسه احنا بناخذيها مثلا من نعالج الاطفال، تشوف بفتره المدارس تزيد عندنا التروما، احنا نعرف راح تبدي المدارس راح تبدي كيسات التروما، يبدي شغلنا في التروما. اوكي، فهسه عندك اذا نيجي على الايج ديستريبيوشن، اكثر عمر بالنسبه للبرايمري تيز قلنا شو وقت من يبدا الطفل يمشي، فبيا ايج تقريبا فروم 2 تو 4 years، لان هو هذا العمر اللي يبدا الطفل يتحرك فيه. فهنا البرايمري تيز تكون سبتبل تو فراكشر تو تروما، بينما بالادلت او بالتشلدرن اللي هم ينقر بيا عمر يكون 9 إلى 11، هيك عمر الاطفال يكونون مور اكتيف. اوكي، حركين هوايه، ام ما يقدر ولا يقدر يعرف ايش قد مدى خطوره حركته او يقيد نفسه، ما اخذ حريته بالحركه، فيكون اكتيف هذا العمر، هو اللي هو تقريبا عمر المدارس هذا. اذا نجي على الجندر، من الاكثر؟ بالبداية العمر اللي هم الأطفال اللي استوهم دا يمشون تكون إكوال البول والجلز، يعني بداية عمر الأطفال اللي هي خلينا نقول على البرايمري تيز، بينما بعدين من اللي حيكون أكثر أكيد حيكون الميل، لأن الميل هو بطبيعة يكون حركة أكثر من الفيميل. هنا إحصائية مالت العراق مالتنا تقريبا من 2011، يعني الريشة تقريبا مقاربة كانت 1.5 إلى 1، الميل اكثر من الفيميل. زين، اذا نجي سيزونال فاريشن، بيا موسم قلنا يصير عندنا بالمدارس اللي هو الاوتوم اند وينتر، لان هذا فصل المدارس، فتزيد هنا في حركه الطلاب وشقاهم ولعبهم واللي ما يقدروا ايش راح يصير وراها، فتزيد عندنا التروما. نجي الى بالنسبه للسايد، اكثر شيء يعني اسنان، شيء منطقي يا اسنان اللي تتعرض للتروما الانتيريور، واكثرها من المانديبولار للمانزيلاري. مانزيلاري عندنا نوعين من الانجريز، يا اما دايركت او اندايركت. شنو الدايركت؟ انت اعطيت ضربه مباشره للتوث. اندايركت من المانديبولار للمانزيلاري، الفورس منين جاي؟ الفورس بالضبط اجى وقع، خلينا نقول انا ضرب اكشن، فراح يصير فورسفول اوكلوجن بين المانديبل والمنزل، فبالتالي راح تتاذى الاسنان، هذه الاندايركت. ماشي، عندنا بريدسبوزنج فاكتورز اللي هي الاوفر جيت اوبن بايف الانكومبتنس بالنسبه لللب، هذه كلها تعتبر بريدسبوزنج فاكتور للتروما. عندنا الكومن كوزز اوف تروما، الفولز اند كوليجنز، سبورتس اكتيفيتيز، دومستيك فايلنس. شنو دومستيك؟ العنف الاسري. هسه شوفوا هاي طبعا عندنا العراق هذا، يعني احنا عندنا طفل معالجي اكثر من مره عنده تروما بالماكسيلاري سنترال، كانت تجيبه والدته. لا لا، هذا مو هذا، هذا تكنيك خاصه كان ابوه، فيجي يعني اكثر من مره سوينا له مانجمنت، كان ابوه يضربه بالطاوله.
ويتعمد يضربه على الاسنان الاماميه وخشمه. فكل ما نسوي له اسنانه خطيه يرجع والد تجيبه نرجع نسوي له ريتريتمنت. طبعا بور بروجنوزس كلش هو كلش بور بروجنوزس بس احنا على مود والدته لان كانت تتاثر كلش خطيه فاحنا شويه نخفف عليها نعالج نسوي اللي نقدر عليه. يرجع نفس الشيء اكثر من مره خطيه اجى نفس التروما عنده ونفس الاسنان. هذا ابوي راجع علاج ما يتعالج ابوي من قبل. اذا عندنا طبعا inappropriate use of teeth اكو اطفال ترى هو يكسر شغلات قويه باسنانه يعني حتى هذه مالت البيبسي البطاله والسفن يحاول يكسر السيفونه مالته بالاسنان. اكو اقلام يحب يكسر الاقلام الرصاص باسنانه. اوكي اذا عندنا بريزنس اوف اولنس مثل ايش دوري عندهم في البروبلم جماعه المنتال ريتارديشن او الابيليبسي اللي ما يقدر هذا بين فتره وفتره هو يوقع اصلا. هنا عندكم في شيء مهم ان برايمري تيث انتبهوا على هذه الملاحظه. الانجري للتيث يوجوالي ريزلت ان ديسبليسمنت اور ابولجن اوف ذا تيث راذر ذان فراكتشر. ليش هسه انا لو طفل عندي صارت له تروما راح اشوف شغلتين تصير يا اما التوث يندفع يتحرك من مكانه يصير ديسبليسمنت او يجوك يقولوا لك التوث كله وقع. بينما اذا ادلت لو روت فراكشر لو كراون فراكشر هنا بالفيديو نشوف له اكثر شيء يصير ديسبليسمنت لو ابولجن راذر ذان فراكشر. شنو السبب؟ لا لا فيكون معرض للفراكشر اكثر من البيدو. اوكي نجي ناخذ التروما تو ذا فيس. طبعا التروما راح تسبب لنا توث فراكشر اور ديسبليسمنت. الفراكشر راح نجي نقسمه حسب تاثير الصدمه على التوث. فناخذ التوث فراكشر لا يعني الاظافر هذه ما تاثر ما تسوي ذي شيء قوي بس اذا كان هارد اوبجكت النايل فايتنج لا مو تجي ديسبليسمنت. احنا هنا بدنا نحكي شغله التروما يعني يسوي لك ديسبليسمنت بس احتمال اوكي اورثو. هنا لا يعني احنا بدنا نحكي احتمال يسوي لك انت تفقد الفايتالتي مالت التوث. اوكي فرق يعني هنا هسه بالتروما من يصير ديسبليسمنت خلي بالك انه احتمال راح يصير نكروتك بول. هناك لا نتيجه الهابت جماعه الترانسكنز او نال بايتنج هذا لا يسوي يخربط الاكلوجن يعني سيستم بوكس بالضبط يعني هم ياثر اي اذا ربط وكان هيفي ياثر احتمال يسوي لك نان فايتال تيث يأثر عليه. نيجي ناخذ طلاب هسه عندنا التوث فراكشر الكونكجن. شنو الكونكجن؟ ربطة يعني التوث بالضبط تعرض الى تروما بس تكون هنا مايلد مو قوية. هنا ما راح يصير عندك توث ديسبليسمنت بس يكون التوث سنسيتيف ويكون تندر تو بيرفيشن. اوكي او يرجع احتمال كبير انه يرجع يصير ريكفر حالة الكونفجن. سبلاكزيشن شنو؟ هنا لا لوسينينج يعني التوث يتحرك من مكانه. هنا اذا كانت التروما مور سيفير اوكي ضربه اقوى قلنا اذا مايلد او سمبل لا ما يسوي لك سبلاكزيشن او ديسبليسمنت. حتى هنا مثلا بالبكتشر تشوفون بقى المارجن مالت التوث فيه بلاد يعني بي موبيلتي انه يجيك بي موبيلتي فهذا سبلاكزيشن مو كونفجن. اوكي نيجي displacement أو هو relaxation يتحرك من مكانه. two type عندنا يا أما partial
of total displacement. احنا بهاي المحاضرة راح نتكلم عن partial displacement. ال total displacement شنو يعني avulsion؟ يعني التوث كله بالضبط طلع من مكانه. هذه راح ناخذها بالمحاضرات القادمة ان شاء الله وشان تتعامل وياها. اوكي؟ بالنسبة للpartial راح ناخذها في حالة انه caused by direct trauma or indirect. هسه انت تخيل امامك شخص وتعرض الى direct trauma. الديسبليسمنت مال التوث ايش تتخيله وين راح يروح بهذا الاتجاه؟ مثلا هسه خلينا نقول ابر سنترال وتعرض الى دايركت تروما فالديسبليسمنت اوف توث راح تكون بيا دايركشن بينيتالي اور لينجوالي يعني راح يكون عكس اتجاه الضربه تمام؟ فبالتالي احتمال شو يصير عندي فراكشر بالبليتال اور لينجوال بون مال الديولر بون طبعا دا احكي او احتمال يصير عندي همبلات or lingual displacement بس fracture بالlabial bone حسب حركة الرود او اثر الضربة. اوكي واحد من الاحتمالات اللي ايضا يصير بالpartial displacement بالdirect trauma يصير displacement للtooth يسموه extrusion. شنو extrusion؟ ينزل من مكانه يعني ما راح بليتالي ولا لينجوالي اثر الضربة كأنه ما نزل. هنا راح يبين التوث من يجيك البيشنت longer than normal راح تشوف السن اطول من المصفى لان يعني صاير بي displacement extrusion. هنا بالصورة شوفه شان بون فراكتر قلنا لو الليبيال يصير او بليتالي البيولار بون فراكتر احتمال طبعا حتى سناقذها بالإنتروجين. هنا أنا عندك شنو؟ indirect. قلنا indirect تخيل إنه chin أثر الضربة اللي جت على chin راح ينطبق ما دبل وذ مكزلة بل upper central يندفع بها اتجاه لا labial راح تدفع labial. تخيل أثر الضربة أنت بالضبط راح يصير يا أما إنه يتحرك displacement towards labial surface labially وبالتالي فراكتشر راح يصير بيا بون بالليبيال بون او احتمال يصير ايضا بالبليتال بون. الاحتمال الثاني من يصير عندك اندايركت تروما شو يصير بيه؟ انتروجن يعني التوث يدخل بالسوكت احتمال حتى يصير فراكتشر بالفلور مالت الالفيولر بون ومرات يجي كيسات انه كومبليتلي انترود التوث ما يبين اي شيء بس من تاخذ الاكس راي يشوف التوث كله موجود. هنا الانتروجين شلون يكون التوث shorter than normal البرايمري والبرمننت. طبعا الهيستوري كلش مهمه للانجري لازم نسوي كولكشن كل المعلومات خصوصا الميديكال والدنتال هيستوري قبل ما تبدي المانجمنت مالتك. اوكي المانجمنت تفيدك انه راح تخفف لك من البين اللي صار عند البيشنت ونفس الوقت اذا صار عندك displacement راح تحاول انت تسوي reduction وترجع لمكانك بوقت يعني يكون قصير مباشرة. انت تشوف الانتروجين احتمال يرجع ورا فترة بس الاستروجين اذا ما سويت له reduction displacement ورجعته وسويت له fixation هذا يكون طبعا شيء جايك نفس الوقت اذا جاك ورا فترة ما تقدر تسوي له بعد ما تقدر ترجع المكان لان بعد صعب هي تثبت بهذا المكان. قلنا اهم شيء طلاب بالهستوري ناخذه من التشايلد او من الاهل في حاله التروما شنو اهم عامل راح تعتمد عليه؟ التايم منين؟ من اول ما ولدت التروما لحد ما وصل لك فور مانجمنت ايش قد الفتره صارت. كل ما الفتره قلنا اقل كل ما البروجنوزز كان اكثر. طبعا قلنا اكثر الاهل ما يجوك ايميديتلي افتر تروما لان ما يعتبروها في شيء مهم الا يصير عنده فسانس وسمتومز اذته او انه الابيرنس مالته تاثر يلا يجيبوا لك اياه فور مانجمنت. ومرات لا انت تضطر ما تسوي له امرجنسي تريتمنت. ليش؟ في حالات ما تقدر تشتغل اذا عنده انذر كومبليكيشن اللي هي المفروض يعالجها واولى من ما انت تسوي له دنتال مانجمنت. احتمال مرات تكون التروما كلش قوي تسبب له انتركرانيوم دامج تشايلد مو شرط سيستم الديزيز عنده لا مو شرط
بس مرات اثر التروما اكو فت كومبليكيشن ثانيه صارت تقويه انه اولى ما ابدي دنتال مانجمنت يروح يعالج يلا انا بعدين ابدي اسوي له دنتال مانجمنت فبهالحاله انا اضطر اسوي لها الي للمانجمنت مالتي. دكتوره مثل اكثر من تو ثيرد روت فراكشر شلون؟ اكثر من تو ثيرد يعني روت فراكشر يا روت؟ لو كذا ما فرق طبعا هذا 100% احسن بون فراكشر هنيأتي بون فراكشر بس نشوف الموبيلتي مالته مو قويه لان عنده سبورت مو كل الالفيولر بون صار فيه فراكشر اذا صاير عنده لا مثلا السوكت كلها مرات متفلشه اصلا حتى ما تقدر تسوي له ري امبلانتيشن فهنا ما تقدر مرات تجيكم حالات عندك الجو فراكشر بالجو فشوف مستوى الاكلوجن مالته بخربه معناها صار عندك فراكشر بالبون اوكي هنا انت ما راح تقدر تعالج تحاول منزل فيشل تسوي له فيكسيشن بعدين هو يرجع لك تكمل له تبدي وياه فولو اب قلنا من الشغلات اللي تصير احتمال الكومبليكيشن من التروما سرفايفل سبان اور انتركرانيال انجري طبعا هاي لازم تاخذ معلومات متكامله حتى تشوف اخاف صارت وقت التروما صارت له كومبليكيشن فش راح تسأله إنه صار عنده nausea, vomiting, drowsiness, cerebral spinal fluid leakage from the nose and ears إذا أي واحدة من هاي العلامات صارت أنا أرفره أوكي يشيك ويكملوه يسوي له كل السكرينز اللي يحتاجها بعدين نطلع أعطي appointment للdental management احتمال يصير عنده facial bone fractures احتمال عنده lacerations أو عنده open wounds لازم أنت تسوي له suturing بعدين يلا تسوي دنتال مانجمنت طبعا هذه اهم احنا لازم نشيك هي اللي هي البيس لاين تمبشر بالز البلاد بريشر اكثر اوكي عندنا هنا ستيبس مهمه اللي هي كوك كرانيال نيرف ايفالويشن شلون انا هسه مثلا صارت ايميديت تروما عنده وانت موجود طبيب اسنان وتريد تشوفها اثرت عليه اثرت على كرانيال نيرف لو ما اثرت ماكو اي مشكله عنده شوف الموفمنت مالت الاي مالت تكون لا مو بطيئه تكون مستاويه يعني تكون اثنيناتهم يكون نفس المستوى من حركه اني ويسرى اثنيناتهم يروحون ويا صبي اوكي مو وحده تروح والثانيه لا تروح بغير اتجاه عرفت القصد فاحرك الفينجر فيرتيكالي هورزونتالي واشوف الموفمنت مالت الاي مالت ويا ويا الفينجر لو لا لازم اثنيناتهم هنا مو وحده يعني اذا وحده تمشي ويا الموفمنت مالت الفينجر والثانيه لا فروم انذر سايد معناها اكو مشكله عندنا اوكي نفس الوقت نشوف الكيوبلز ار ايكوالز رام اند رياكت تو لايت نشوف السنسري فاكشن شلون نشوف السنسري فاكشن نسوي فد لايت تاتش على الفيس نشوف سنسيشن مالته اوكي ما عنده مشكله واخير شيء نشوف السيمتري اوف موتور فاكشن نقول له فروم سمايل يعبس يضحك يسوي تان موفمنت يشوف الحركة مالت المصص مالته سيمتريكال موفمنت لو اسيمتريكال مو هنا معناها عندنا مشكلة معناها صارت عندنا مشكلة بالكرانيال نيرف تشايلد اذا كلش صغير ما راح يعني بس هاي تقدر تستخدمها حتى للادلت هاي ما مو بس للشغل يعني هاي ان جنرال ان شاء الله الثانيه المهمه طلاب انه من يجيك شلون قلنا هسه تشلدرن مرات تجي متعرضه لاكثر من تروما النفس التوف بهمينا انت لازم تاخذها ليش؟ يعني تاثر على شغل مالتك من انت مشتغل له كان عنده تروما ورجع نفس التوف اشتغلت له وتقابلها مشتغل له هم تعرض لتروما صارت انذر تروما اكيد البروجنوزز مالته هنا راح يقل او احتمال ما مشتغل يمك تاخذ هيستوري مالته احتمال مشتغل بغير مكان او غير شغل مشتغل له
شلون اعرف اني هذا التوث متعرض لتروما قديمه؟ جوز ما قالوا لي الاهل. لا ما قالوا لي. شفنا كيسات احنا مشتغلينهم بس يخافون. يقول لك مو واقع الفضل، يقول لك هذا راح يعيدها خاصه المراكز الصحيه، فيقول لك يتذمرون وما راح يشتغلون. فما يقول لك هذا كانت عنده بريفيوس تروما. تسالهم شنو هو مضروب عليه قبل؟ واقع عليه؟ يقول لك لا. شلون راح تعرف؟ لا خليني في صاير بريبريشن واقع الفمن. بس اسئله هي وقع ووقعت الحشوه مالته كان محشش بس انا دار دار كان اثر تروما. دكتوره اسوي له بيرتي اذا كان بالصوت. لا خذ الاكس راي. اذا irregular cannot cerebral intimate فهذه recurrent trauma. اوكي هذا متعرض لاكثر من مره التروما. نشوف الكنال مالته مو ستريت irregular فيها مبينه فهذه كلش واضحه. شوفوا خاصة اللي عندهم recurrent trauma. اوكي هذه قلنا احنا تعتمد على التايب. زين دكتورة مثلا هو ما قال وانا عبالي عن هيك ابو التروما ما تشتغل له نهائيا الا ما تاخذ خليها ببالك. هذا اول واحد. احمد احمد عندك سؤال؟ سوري انا ما شفتك. شوف اوريجولارتي ما راح تبين عندك دوزز او لا بس اشوف هاي داخل الكنو. انا داحكي اوريجولارتي انسايد الكنو راح اشوف يعني الوول مالت الكنو تكون اوريجولار داحكي من جهه البلط تشوف. اوكي اجزي لا اجزي ما ليها شيء في بس عندك irregularity بالكنال. اوكي هيا يا كيف بليان حتى تجيب ما بنتها يا هي بليان كيلوسيس الساوند مالته يختلف عن النورمال عن الهيلثي. اوكي ممكن قلنا complication اي يلا هم الصراك لا تزعل صراك يلا نرجع طلابين. قلنا اكثر الاسنان اللي تعرض للتروما تفقد الفايتاليتي مالتها تقريبا تكون يعني early than 3 months after التروما ومرات توصل للماكسيمم about 2 years ورا السنه. يجوز هاي السنه كلها هو تابع وياك وياك صلاه بس هو vital tooth وراها صار نكروتك. يعني هذا مو فشي انه غريب او مو طبيعي اتوقع كل شيء من اول تروما. عندنا ايضا البيشنت كومبلينس شنو يفيدنا؟ اشوف شنو اللي يعاني شنو المشاكل الالام اللي تصير انت شلونها؟ يعني كل واحد راح يعطيك انديكيشن الكيس معينه. اذا كان عنده بين بالثيرمال او بالهوت شنو معناها هنا؟ صاير عنده؟ صاير عنده انفلاميشن. اوكي؟ اذا قال لك انا من اطبخ او اعض على اسناني من يصير كونتاكت they said pain. شنو معناها؟ في البيديال. معناها عندي هنا تروما صارت في البيديال. ماشي؟ إذا عنده spontaneous pain شنو معناها احتمال؟ بومبايتس. احتمال هايبريميا. اوكسيدايزيشن. بلوت فيزلز. في البيديال. اوكي؟ ونفس الوقت احتمال إنه صار عندي تروما للكراون أو كراون فراكتشر أو روت فراكتشر هم يسوي لي spontaneous pain. إذا كانت موبيليتي. نكروزز هنا أنا معناها طبعا حالة التروما إذا إجاك من البداية والتوث بي كلش يعني سيفير موبوليتي أتوقع إنه هذا موصلي هو راح يكون ديث بول. دكتور حتى الأكيوت اسمه هذا بيرنتاكس شبيها ما تكون موبوليتي شبيها ما أكون موبوليتي دكتور بيها موبوليتي بس أنت تخلي حتى لو هي بي دي أل يعني من تأثير البي دي أب وجاك يعني بي موبلتي سيفير موبلتي تخلي ببالك إنه هذا ورا فترة يكون هو ديت توث. يعني النسبة مالت النكروتك هنا للبوب تكون كلش عالية.
ليش قلنا؟ قلنا أثرها يعني ضربة قوية أثرت لي البي تي ال ونفس الوقت أثرت لي على من؟ على البلد ريزولتس الموجودة. التروما قلنا إذا كانت سيفير أدت لي سبورتنج تيشيو إيش راح يصير عندي كإفكتس مالتها؟ external root resorption. clinical examination. من يجيك هسه أنت شلون غير متعرض للتروما؟ أول ما يجي شو السؤال؟ cause of trauma. ليش السؤال عن cause of trauma؟ بالضبط. أريد أعرف شنو طبيعته. كلش قوية. مرة ضربة خفيفة بس هو متأذي هو السن. مكسور شوية. فأول ما يقعد أسأله شلون ضرب؟ طبعاً هو مو الكل يعطوك يعني إجابات مرات شوي. يعني زغمون. زين place of fracture أو trauma شنو يفيدني أعرف وين انضرب خاصة البيدو أعرف وين وقع مثلاً إذا قال لك أثر وقع ليش احتمال يكون dirty place هذا يأثر احتمال إنه نحتاج إنه شنو يأخذ vaccination ما ماخذ ما تيتانوس نحوله البين قلنا إحنا البين يفيدني بالمانجمنت مالتي يعني كل بين يعطيني انديكيشن لكيس معين فلازم انا اعرف البين شنو طبيعه البين طبعا انا قبل ما ابدي اشتغل لازم انظف الاريا كل زين قبل ما ابدي اباوع واسوي دايجنوزس حتى اشوف بوضوح الاسنان زي ما تبين مرات انت كلها بلاط واوبن وون فهاي كلها تاثر على دايجنوزس مالتك اول شيء انظف المكان وارتب يلا ابدي اشتغل اشوف ايش قد التو ستراكشر اللي تأذى بالتراما كل ما كانت أكيد كميته أكبر الدمج أتوقع راح يكون أكثر نشوف نفس الوقت إذا كان عندي كراون كرابس كريز لاين هاي كلها لازم جود لايت حتى أشوفها والشيء المهم إيش أشوف هنا أنا راح أعطيني هم إنديكيشن خاصة إذا عندي هايبرينيا أشوف الكلر مالت التوث دائما أقول التراما شو يكون الكلر مالته بدايته طبعا دا أحكي شلون يقولوا بدايته دارك شنو؟ ريدش مو ريدش أو بينك مرات استوى بعده فأقارنه ويا الأدجسنت أيوه هو شوفه دارك بس مو رسم أنا داعش إيميديتلي حسب يجوز سنتين بس إحنا قلناها يجوز سنتين يلا صار نكروتك يجوز شهر يجيك مقلوب لونه حسب أثر التروما مالته إذا جاء دارك شنو معناها؟ أنا هالكروتك زين وإذا إجانا لونه كليته أو سبوتاية بنص الكرام وردية أو ريد تام ريزولوشن أنا أخباري شوفه شفاف كله بلاط كأنه دكتور إن شاء الله وحدة ما فرق الانترنال ولا الاكسترنال ريزولوشن شلون ما فرق شلون ما فرق فاهمة نظريا دكتور عمليا يعني أنت تريد تشوف نجي آخر شيء دي أنجلوس أند كوليجز سووا كلاسيفيكيشن according to that fracture اللي هو الدمج مالته واصلة فسووا two types of two classification اللي هو شنو عندك يا أما complicated أو uncomplicated طبعا إذا نجي على كلاسيفيكيشن مالت البيتا أو الفراكتشر أنواع أنا أعطيكم هسه بس نوع واحد complicated وال uncomplicated شنو الفرق مبين من عندي complicated معناها هنا أنا شنو صاير bulb exposure عندي إذا uncomplicated احتمال بس enamel أو احتمال enamel undentin بس هنا لازم البلب ما واصل للفرشر أوكي هنا أنا قلنا الهستوري اللي نأخذها تضمن معلومات هواية قلنا هاي أول شيء معلومات بصورة عامة على الchildren when did the injury occur where did the injury how did the injury هاي كلها treatment areas تأثر لي مرات يسوي له مهجبة خطأ أنا عيدي شغل من جديد مش شغله بغير مكان history of previous dental injuries كلها متأثر على management مالتك general health هنا قلنا إذا صارت عندها فت أعراض مثل راونس vomiting هذيك احتمال تعطيني فت علامات إن شاء الله الثانية صايرة عنده نشوف البين إذا كان spontaneous لو لا في شيء خفيف tenderness نشوف إذا كان عنده فت disturbance بالocclusion أو bite نشوف الأكسترا أورال أو الوونز الانجريز بالاورال ميوكوزا والجنجيفايتس الكراون نشوف نسوي اكزامينيشن اذا كان ديسبليسمنت اوكي واني ديستربنس بالاكلوجن قلنا احتمال عنده فراكتشر بالجو والتندرنس بالبرفكت